بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة السادسة بعد المئة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك. نستأذنكم فضيلة الشيخ صالح بهذا السؤال أو بهذه الرسالة، حيث السائل محمد من جدة يقول: ما حكم تأخير الزكاة شهرا أو شهرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الواجب دفع الزكاة على الفور عند وجوبها، لكن إذا كان هناك كعذر يقتضي التأخير فلا بأس بتأخيرها نظرا للعذر. نعم. بارك الله فيكم. أيضا يسأل ويقول: شخص باع محلا قبل حلول زكاته بشهرين، فمن الذي يدفع الزكاة؟ الذي يدفع الزكاة مالك. ما زكاة إيش؟ زكاة هذا المحل. محل ليس فيه زكاة. محل الذي يؤجر ليس فيه زكاة. وعلى البضاعة؟ البضاعة على مالكها، تجب زكاة البضاعة على مالكها إذا حال الحول على قيمتها التي اشتريت بها. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول أو يطلب منكم بارك الله فيكم توجيه نصيحة للشباب لاستغلال الأوقات وعمارتها بما يفيدهم. الشباب وغير الشباب، كل مسلم يحفظ وقته فيما ينفعه في دينه ودنياه، ولا يضيع منه شيئا إلا في شيء مباح للراحة كالنوم والأكل والشرب وما أشبه ذلك، وإلا فالذي ينبغي له يحافظ على وقته أكثر مما يحافظ على ماله. نعم. بارك الله فيكم. أيضا ننتقل إلى السؤال من المستمع بندر من أبها، يقول: رجل مسافر وصائم في رمضان، نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به، ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى المغرب، فما صحة صومه؟ إذا كان قطع النية، نوى الفطر وقطع النية، فإنه يبطل صيامه، لأن الفرض لا بد من استمرار النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما إذا لم يعزم على الإفطار ثم أراد المضي في صيامه والبقاء على نيته، هذا لا يؤثر. مسألة تردد هذا لا يؤثر، إنما الكلام على العزم. إذا عزم على قطع النية، عزم على الإفطار، لكن بعدما عزم على الإفطار لم يجد شيئا يفطر به، فهذا بطل صيامه. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال من أحد المستمعين الكرام، أبو إبراهيم من مكة المكرمة، يسأل أولا عن حكم أذان من فاتته الصلاة. يكفي الأذان الذي صلى عليه من قبله، إذا كانوا في بلد. أما إذا كانوا في بر، يشرع أنه يؤذن عندما يريد الصلاة، يؤذن سواء كان فردا أو جماعة. يقول: هل يقال بعد هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون دعاء أم لا؟ لم يردها في هذا الشيء فيما أعلم. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لرؤية الله عز وجل في المنام، هل يصح القول بأنها يمكن أن تقع لأي مؤمن من المؤمنين؟ نعم، رؤية الله في المنام ممكنة للمؤمن، إنما رؤية الله في اليقظة هذه لا تحصل في الدنيا، ما تحصل للمؤمنين في الجنة يوم القيامة، وأما رؤية النوم فإنها ممكنة لأهل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. السائل محمد من تبوك يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما، والصلاة عليه في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة؟ الصلاة عليه في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها. كذلك في خطبة الجمعة، هي ركن من أركان الخطبة، لا تصح الخطبة إلا بها. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير هاتين الحالتين فإنها مستحب. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الآخر للسائل يقول: بعض الناس لهم ورد أو دعاء يلتزمون به صباحا ومساء، بأن يدعو أحدهم ويؤمن الباقون بصوت مرتفع ويسمى ورد الرابطة، فما حكم هذا الورد؟ هذا بدعة، هذا العمل بدعة. أما كون الإنسان يورد لنفسه في الصباح والمساء بدون ارتباط بجماعة، وإنما كل يورد لنفسه، فهذا مشروع. أما
الورد الجماعي ويؤمن عليه فهذا من البدع المحدثة. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول: هل ورد الدعاء بعد تكبير الإمام تكبيرة الإحرام؟ لأني أرى بعض الناس يدعون بعد تكبيرة الإمام وربما دعوا بقول الله تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هذا ليس مشروعا. المشروع إذا كبر الإمام أن يكبر المأموم ولا يقف للدعاء. كبر المأموم ولا يقف للدعاء. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. أما الدعاء بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام فلا مانع من ذلك. نعم. بارك الله فيكم. أبو بدر من الخرج يقول: ما كفارة الغيبة وهل يكفي الدعاء له؟ لا بد من استحلاله، لأن هذا تعد عليه في عرضة، لا بد من استحلاله، إلا إذا خشي من استحلاله خشي أن يزيد الشر وأن يحقد عليه، فإنه يكفي الدعاء له والثناء عليه بدل الغيبة. نعم. من أسئلة أبو بدر يقول: أما متنفل مفترضا وكانت الفائتة لهذا المفترض 4 ركعات، فقام فصلى به ركعتين إماما سلم من الركعتين، ثم قام المفترض وأكمل الصلاة رباعية، فما حكم هذا العمل؟ يجوز لمن يقصر الصلاة أن يصلي بمن يتمها، فإذا سلم يقوم ويكمل. وكذلك يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، إذا كان المتنفل يصلي ركعتين فإنه إذا سلم فإنه يقوم المفترض ويكمل صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السائل أحمد سعيد من حفر الباطن، يقول: ما الحكم في تنظيم النسل؟ وهل هناك حالات توجب على الإنسان أن ينظم النسل إذا كان قليل اليد؟ لا يجوز هذا، هذا من سوء الظن بالله عز وجل. وتكثير النسل مطلوب إلا إذا كان على الأم ضرر في تتابع الحمل عليها، فلها أن تأخذ ما يؤخر الحمل وليس لها أن تأخذ ما يقطع الحمل. أما أن تأخذ ما يرتب الحمل من أجل الضرر الذي يحصل عليها فلا مانع من ذلك. نعم. أيضا يسأل يقول: وما حكم إنزال الجنين قبل 4 أشهر؟ لا يجوز إنزال الجنين قبل 4 أشهر إلا إذا اقتضى الأمر ذلك بأن كان عليها خطر في حياتها، كان عليها خطر في حياتها فلا بأس أن تنزل الجنين. إذا قرر الأطباء أن عليها خطرا لو بقي الحمل فيها فلها أن تنزله، إذا أفتى العلماء بذلك تقدم التقرير لأهل الفتوى ينظرون فيه. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول: إذا كان الإمام لا يعطي المأموم فرصة لقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، فكيف يقرأ المأموم الفاتحة؟ يقرأها في سكتات الإمام ولو متفرقة، فإذا لم يستطع قراءتها فإنها تسقط عنه وتكفي قراءة الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة أخرى، هذا يسأل حافظكم الله، يقول: حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ونهيه عن الصلاة عند القبور أو إليها، لأن هذا من وسائل الشرك وهو يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد عند الأصوليين، لا تجوز الصلاة عند القبور أو في المساجد التي فيها قبور. نعم. أيضا نسأل عن سؤال بعض المتسولين الناس في المساجد، ما حكمه؟ يجوز للمحتاج، محتاج للسؤال لا بس، أما الذي يسأل الناس وهو غير محتاج هذا حرام عليه المساجد وفي غير المساجد. نعم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا يقول: قول الصلاة خير من النوم حي على خير العمل في الأذان، هذه الأقوال ما صحتها؟ بارك الله فيكم. أما حي على خير العمل فهذه بدعة، إنها لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة خير من النوم فهذه من ألفاظ الأذان في أذان الفجر الأخير، الأذان الأخير، هذه من ألفاظ الأذان لا تتركنا. ثابكم الله. هذا السائل يقول أنه ذهب هو وزوجته إلى مكة المكرمة، وفي الطواف كان هناك تعب وشجار بين الأم والأبناء، ولكنها لم تكمل 3 أشواط وأخفت عني ذلك حتى عدنا إلى جدة، فما حكم ذلك العمل وبماذا تنصحونها الآن؟ إذا نقصت أشواط الطواف ولو واحدا لم يصح حتى ترجع وتكمل الطواف إذا كان العهد قريبا. أما إذا كان بعد العهد أو انتقل وضوءها فإنها تستأنف الطواف من جديد، ولا تصح عمرتها إلا بالطواف والسعي والتقصير. هذه أركان العمرة، كان العمرة الإحرام بها والطواف والسعي. وأما واجباتها الإحرام بها من الميقات الذي يمر به أن يريد العمرة، هذا واجب، وكذلك الحلقة والتقصير، هذا من واجبات العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو صالح من الرياض يقول: ما السنة في تحريك السراج
الجلابة عند التشهد. نعم، السنة التحريك، التحريك معروف، رفع، رفع الأصبع السبابة هذا السنة وهو معروف، الرفع معروف، وأما التحريك فهذا فيه خلاف بين العلماء، راجح والله أعلم أنه يرفعها بدون تحريك. نعم. يسأل أيضا يقول ما هو الضابط الشرعي في حركات المصلي أثناء الصلاة؟ لا تجوز الحركة إلا لحاجة، حركة التي لحاجة لتعديل الثوب وأخذ شيء أو إعطاء شيء أو التقدم أو التأخر للحاجة هذا لا بأس به، أما الحركة من غير حاجة فهذه إذا توالت، يقولون إذا توالت وكانت من غير حاجة ثلاث حركات فأكثر من غير حاجة فهذه تبطل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم يقول إذا شك أنه قرأ السورة هل يقرأها ثانية؟ الفاتحة نعم يقرأها ثانية لأنها ركن، ولا تبرأ الذمة إلا بتيقن قراءته ما لم يكن هذا من باب الوسواس يرفضه، أما الشك في قراءة من غير الفاتحة هذا لا يظن. سؤاله الآخر يقول ما الفرق بين الجائز والحلال؟ كلاهما سواء، الجائز والحلال والمباح كله سواء. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول محمد صديق سوداني مقيم في المملكة يقول ما معنى من صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم بها، ما الحكم في ذلك؟ إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة إن صلاته صحيحة، وكذلك إذا علم بها قبل الصلاة لكن نسيها وصلى صلاته أيضا صحيحة على الصحيح من قولي العلماء. أما إذا علم بالنجاسة في ثوبه في أثناء الصلاة فإنه يخلعه أو في نعله أو يخلعه في أثناء الصلاة ويكمل صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه في أثناء الصلاة لأن جبريل أخبره أن فيهما أذى. وإذا لم يمكنه التخلص من النجاسة التي علم بها في أثناء الصلاة إنه يقطع الصلاة ويغسل النجاسة أو يزيل ما فيه نجاسة يستبدله بغيره ثم يستأنف الصلاة من جديد. نعم. السائل يقول حفظكم الله رمز لاسمه بصاد ميم العلكمي يقول إذا كان الدين عند أناس فقراء واستمر مدة من الزمن هل عليه زكاة؟ إذا كان يخشى أن لا يحصل عليه لفقرهم أو لمماطلة من عليه الدين ولا يدري هل يأتي أو ما يأتي ليس فيه زكاة حتى يقبضه. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا ويقول التلفظ بالطلاق ثلاث مرات هل هو عن طلاق واحد أم عن ثلاث في جلسة واحدة؟ تلفظ به ثلاث مرات عن ثلاث طلقات هذا بالإجماع في مجلس واحد أو في عدة مجالس، إنما الكلام في إذا جمع الثلاث بلفظ واحد يعني قال عليه الطلاق الثلاث بلفظ واحد هذا محل الخلاف، أما ثلاث كلمات كل كلمة فيها طلقة هذا يكون ثلاثا بالإجماع. نعم. يسأل يقول متى يكون الرجعة في الطلاق الطلقة الأولى كيف؟ نعم. تكون يسأل عن الرجوع في إلى زوجته في الطلقة الأولى. إذا كان الطلاق دون الثلاث فله المراجعة في العدة، لو أن يراجعها في العدة باللفظ أو بالفعل. نعم. وهل يلزم شهود؟ يستحب الإشهاد على الرجعة وليس بلازم. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر، السائلة أم معاذ تقول هل يجوز للمرأة أن تأم غيرها من النساء في الصلاة؟ نعم، هذا شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به أن المرأة تأم النساء في الصلاة لكن تقف في صفهن بالوسط ولا تكون أمامهن، هذا هو الأفضل. نعم. بارك الله فيكم. يقول ما هو رأي فضيلة الشيخ صالح بمن يجتمع للعزاء ثلاثة أيام؟ لا أصل لهذا، وهذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، العزاء ليس له وقت وليس له مكان. نعم. سؤاله الآخر يقول رجل عنده ابن وأم وأخت، من هؤلاء يلزمه نفقتهم؟ الأقرب فالأقرب، يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم بوالديه، يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم بأولاده ثم بوالديه. نعم. سؤال آخر حفظه الله، محمد من جدة يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي السنن الرواتب أربعة بدون تشهد؟ في النهار يجوز عند بعض العلماء جمع الأربع بسلام واحد، وأما في الليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى فلا يجوز جمعها بسلام واحد. نعم. سؤاله الآخر يقول ما صحة من صلى وهو محدث حدثا يوجب الغسل ولم يعلم؟ تبطل صلاته إذا علم أنه صلى على غير وضوء فصلاته باطلة ولو كان ناسيا للوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، لا تصح الصلاة بدون طهارة سواء بالماء عند وجودها أو بالتيمم عند عدم الماء، أما النسيان فلا يسقط الوضوء ولا التيمم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا محمد مصري مقيم في المملكة يقول أرغب أن أبر بوالدي وهو مشهود، وهل يجوز لي
أن أحج عنه في القادم إن شاء الله؟ إذا كان يمكن حمله في الطواف والسعي والطريق إنه يحج بنفسه ويحمل. ما إذا كان لا يمكن حمله ولا يستطيع الثبات على المركوب وهو لم يؤد الفريضة إنه ينيب من يحج عنه. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع أبو عبد الله من مقيم في المملكة يقول: هل يجوز الجمع بين السورتين في صلاة الفريضة في ركعة واحدة؟ في النافلة لا بأس به، وأما في الفريضة فمحل خلاف، والصحيح الجواز إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل من حلف بنية الصلح عليه شيء؟ نعم. يقول: هل من حلف بنية الصلح عليه شيء أن يصلح بين الآخرين؟ لا يجوز له تعمد الكذب اليمين، يقول أنا أريد الإصلاح، لا يجوز تعمد الكذب اليمين لا للإصلاح ولا لغيره. أما الكذب والذي ورد أنه يجوز الكذب للإصلاح، لإصلاح ذات البين. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذه الأسئلة من السائل معاذ سعيد في تبوك، يقول: ما هو الأفضل في السفر، جمع تقديم أو جمع تأخير؟ الأفضل الأرفق به، الأرفق بالمسافر. إذا كان الأرفق به جمع التقديم فيقدم، إذا كان الأرفق جمع التأخير فيؤخر، وكذلك المريض. نعم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يصلي الفوائد في أوقاتها أم في أوقات مختلفة؟ في وقت واحد صليها إذا ذكرها أو قام من النوم الذي غلب عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولا يؤخرها. إذا كانت عدة صلوات لا يؤخرها ويقول صلي كل صلاة مع نظيرتها كما يقوله العوام، إنما يصليها في آن واحد ويسردها مرتبة إذا أمكن ذلك. نعم. يقول: هل على ذهب المرأة المعد لاستخدام زكاة؟ صحيح أنه لا زكاة فيه، هو الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. بارك الله فيكم وأثاب الله. نتواصل معكم ومع المستمعين الكرام، وهذا يقول: ما صحة الحديث القائل: من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ هذا حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مستحبة، ولكن لا علاقة لها بالحج. فمن حج ولم يزر المسجد النبوي حجه صحيح، وأما القبر فلا يسافر من أجل زيارته، لكن من سافر لأجل زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه فإن زيارة القبر النبي صلى الله عليه وسلم تدخل تبعا لا قصدا، لأنه لم يرد حديث ثابت في السفر لزيارة القبر، إنما صحت الأحاديث السفر لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم تدخل تبعا لزيارة المسجد. نعم. أحمد الزهراني من أبها يقول: ما حكم من يقوم بحجز المكان في المسجد الحرام أو في غيره؟ إذا كان يرجع إليه قريبا فلا مانع، أما إذا كان لا يرجع قريبا ويعطل المكان على الناس فلا يجوز له ذلك. ما حكم الموعظة بصفة دائمة على القبر؟ لا أصل لذلك، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لسبب، وهو عدم إعداد القبر وإكماله. أما أن يتخذ هذا الموعظة عند القبر سنة فهذا لا أصل له. نعم. يقول: هل يجب على المأموم أن يصحح للإمام إذا أخطأ في قراءته القرآن؟ إذا توقف الإمام عن القراءة فيفتح عليه، وأما إذا لم يتوقف ومضى لا يرده مرة ثانية. نعم. ويشوش عليه. نعم. حتى وإن كان على المنبر في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة، إذا توقف الإمام محتاج إلى من ينبهه فينبهه في خطبة الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول: هل للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها؟ إذا كان هذا لسبب صحيح فلها أن تطلب، أما إذا سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة كما في الحديث، لا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا لسبب صحيح. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم، وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجو